أيضا ننتقل لموضوع تغريدة ولكن مختلف نوعا ما، وموضوع توعوي بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية يطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها حملة توعية عن أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية وبالفترة أيضا الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم ركزوا على هذا الموضوع مشاركة هذه المضادات مع آخرين. هذا الموضوع جدا مهم وأيضا لكل الأعمار، أحتاج وقفة مهمة هنا عشان نفهم أكثر ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. على الهاتف معنا أستاذة ألاء القرشي، أخصائية أبحاث وبائيات وصحة عامة. يا هلا فيك أستاذة ألاء. أهلين. بداية، لماذا ما زالت يعني المضادات الحيوية دائما مصدر جدل بين الأطباء والمرضى؟ في البداية اللي هي أحب أشير إنه فعلا الموضوع جدا مهم. وإجابة على السؤال هو طبعا لأنه موضوع شكل تصادم ما بين الطبيب والمريض، لأنه الطبيب يأخذ موضوع المضادات الحيوية بجدية تامة ويتعامل معها كأنه كأي طرق علاجية أخرى، يعني بأهمية عملية جراحية والطرق الأخرى، بينما المريض يتعامل مع المضاد يعني بلاش نقول بنادول. لا أقول لك أنا كأنه بنادول بالضبط. أيوة، هو يعني يتعامل معه إنه هو زي يعني باكج يجي للإنفلونزا، إنه بنادول فيتامين سي مضاد. فيعني هذا الاختلاف في مدى أهمية المضاد أو طريقة التعامل معه هو اللي شكل تصادم بين الطبيب والمريض. والطبيب يعني الأطباء أن الله يعطيهم العافية حاولوا دائما، يعني كانوا يحاولوا دائما أنه يشرحوا للمرضى أنه ما يتعاملوا مع المضاد كمسكن ألم أو زي ما قلتي كبنادول أو كفيتامين، أنه أخذوا أي وقت، أخذوا متى ما أحس نفسي يعني بدأت أتعب أخذوا. لكن للأسف يعني المرضى ما كانوا يتجاوبوا يعني. فأتوقع لها يعني بسبب هذه الاختلاف الفكرة حصل الجدل الكبير بين الأطباء والمرضى. طب ألاء، يعني خلينا نفهم طريقة عمل المضاد الحيوي في جسم الإنسان وسبب كل هذه المخاطر، إيش السبب؟ طبعا المضاد الحيوي لما اول ما يمتص الجسم ويدخل طبعا له طريقتين، انه يهاجم المضاد الحيوي. اولا احب اركز على موضوع انه هو للعدوات البكتيريه. فهو يعني لما يدخل الجسم بيهاجم الخلايا البكتيريه في بطريقة مبسطة جدا، يعني طريقتين لمهاجمة الخلايا البكتيرية، إما يدمرها تماما أو يثبط عملها. طبعا في الطريقة الأولى اللي هي التدمير بيضرب المضاد الحيوي الجدار، طبعا الخلية البكتيرية لها جدار فيقضي على الجدار فتموت الخلية البكتيرية. في الطريقة الثانية اللي هي التثبيط، يعني يثبط تكاثرها، يثبط نموها، يثبط العمليات الحيوية، فبالتالي بالتدريج تموت الخلية البكتيرية. طب دائما حلو. اي تفضلي. دائما بيصر الأطباء على زمن ايضا والاستخدام والجرعة لكل مريض، فليش؟ بالضبط. يعني زي ما شرحت، بسبب هذه الطريقة المحددة لمحاربة الخلايا البكتيرية، أكيد إنه كل مضاد وكل نوع يهاجم كل نوع بكتيريا له وقت محدد عشان يقضي على جميع الخلايا البكتيرية، وبالتالي يتعافى المريض تماما وتتلاشى العدوى. فلم يعني الصيدلانيين والناس المختصين بتركيب الأدوية مركبين المضاد، كل مضاد له فترة زمنية، مثلا في مضاد 3 أيام، في مضاد أسبوعين. هذه الأيام يعني ما تحطت كذا فقط يعني عشوائيا، هي أيوة هي بناء على دراسات وأشياء دقيقة جدا، يعني تبين الفترة اللي يقدر يقضي فيها المضاد على البكتيريا. طبعا إيش اللي بيحصل لما أنت نستخدم المضاد 3 أيام ونوقف نرجع نستخدمه؟ اللي حيأثر على الجسم إنه
ما حتموت كل ممكن الخلايا. يأثر تأثير سلبي على الجسم، بدل ما أكيد يعالج المرض يزيد المرض يزيد. كيف بالنهاية. يزيد؟ صحيح. كيف يزيد؟ بأنه البكتيريا، الخلية البكتيرية تتحول لشكل ثاني، والشكل الثاني يكون أشرس من الشكل الأول، فتيجي العدوى أقوى وأعنف من العدوى الأولى. صحيح. شكرا لك فهذا آلاء القرشي، أخصائية أبحاث وبائيات وصحة عامة، على هذه المعلومات وأيضا على المجهود المقدم من طرفكم. ومشاهدينا أكيد مكملين معاكم.